هواوي واي 9 نسخة 2018 هاتف جديد من هواوي بأربع كاميرات ويصنف ضمن الهواتف المتوسطة المواصفات والأسعار. مراجعة سريعة تأتيكم هذه الحلقة برعاية مشروع مليونير العرب، ساهم، شارك واربح العديد من الجوائز النقدية. لمعرفة المزيد اتبع الرابط الموجود في وصف الفيديو. تصميم الهاتف كلاسيكي مع واجهة بدون أزرار والزوايا منحنية بشكل ملحوظ. الهيكل معدني، الطول 15.7 سنتيمتر، العرض 7.5 سنتيمتر، الوزن 170 جرام، السماكة 7.9 مليمتر. الشاشة تحتل مساحة 77% من الواجهة الأمامية وهو استغلال جيد لكنه أقل من معظم الهواتف الحديثة. الشاشة طولية طبعا، مقاسها 5.93 إنش بدقة Full HD Plus 2160 في 1080 بكسل وبكثافة 407 بيكسل في الانش وهي من نوع IPS LCD. يحتوي الهاتف على مستشعر بصمة في الظهر مع تقنية التعرف على الوجه Face Unlock عن طريق الكاميرا الأمامية، أي أنها أقل دقة من مستشعر آيفون X حيث لا يوجد مستشعر خاص لهذه الميزة، ويدعم الهاتف خاصية تقسيم الشاشة لتشغيل تطبيقين في نفس اللحظة. والهاتف يعمل بنظام أندرويد 8 أوريو، المعالج كيرن 659 8 نواة بسرعة تردد 2.36 جيجا هيرتز وهو مناسب للأداء فوق المتوسط. معالج الرسوميات من نوع مالي تي 830 MP2. الرام 3 جيجا بايت بسعة تخزين داخلية مساحتها 32 جيجا بايت، ويدعم تركيب ذاكرة تخزين خارجية حتى 256 جيجا بايت، ومدخل اليو اس بي من نوع مايكرو يو اس بي 2.0. الكاميرا الأمامية مزدوجة بدقة 8 ميجا بكسل للمستشعر الأول و2 ميجا بكسل للمستشعر الثاني بفتحة عدسة 2.0، بينما الخلفية بدقة 13 ميجا بكسل و2 ميجا بكسل للمستشعر الثاني مزودة بفلاش بفتحة عدسة 2.2 وتدعم التركيز التلقائي للصورة. سعة البطارية 4000 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة ولا تدعم الشحن السريع، وتقول الشركة إن البطارية تكفيك لتشغيل الفيديو لمدة 14 ساعة أو 50 ساعة من الاستخدام العادي. الألوان المتوفرة للهاتف هي الأسود، الأزرق الفاتح والذهبي. الهاتف متوفر الآن في العديد من الأسواق العربية بسعر 250 دولارا تقريبا، ونترككم مع سعر الهاتف بأبرز العملات وفقا للسعر المتوقع. تأتيكم هذه الحلقة برعاية مشروع مليونير العرب، ساهم، شارك واربح العديد من الجوائز النقدية. لمعرفة المزيد اتبع الرابط الموجود في وصف الفيديو.